كوبي اللباتن كي نوفمبر شركي قالي جاها أو قيمها بدن كفدي أو تاريخ دان دري أو مدعوينها مامول كدور قولات كا كلمة ودوس مرهب اسكو كيني دنا يدي دقمدا هوبيو كراسة تدي شركاس أو رنتي أي كصوب حضي كو أن كان نتيجة عاو هل كان لو يمد أهد اسمها دكال دهوبيو سيدو كان أفريا لباتن كي شركي وكا قيب قلي مدحو إنا فدرال كا أو رنتي أهي تاغيرا دا إيو دي رجلين تا كو أن كي كوبيا لباتن كي أو هقامين هاي مدحو إنا هقل مدو إلا هبا كوم باسم عاو إنو سوق غاري مرحلة دان عجيب كا وناكن يود ذلك كان عاوي هل كان مرهية وعن ربا إن تلمامو انت كدب قرعة تدي شركة سوق عدي وحي السميين ذلك أدو فربضا ورنتي مهم ولوكس بهايو لما ان قرعة تدا قل مدوك يمد كوفورتا صوماليا لما ان قرعة تدا درين دكده هبيو شرر بدن او ميزان كو دلها او سببي ان لا اسكو راعو دادال كان مالقشيغا ان اي شري مادان كان عطتادي حوقو دي او هقامينا هيو قدوبيها قدوبيها كان عطتادا صوماليا او هقامينا هيو اي كمدي هين دمان مدح دي قرع ستادة قبل كبنادر إيو قيمة بدر أو كم دا قرع ستادة أي سأكرا هارين غير قلمد وحد ريمي سنشالي كوران كي كدع عاي دكدة يموقال كي أولها إني موشين إيسي إنا وحوالا لاهرين إني صوبحين دادكي نبتا وها iyey kelmadii dhabta u ahaa iyo go'aamada ka dambeeya oo halkaan caawi aan ka sheegi doono maanta intii shaqada socotay waxa ku dhinac socday laba arimood oo ah dhinacna ay tahay in la dhaqaaqo dhaqaalahan loo dhaqaaqo dhinacna ay tahay xeerkii iyo sharciyadii iyo dadaalkii guddeedii shaqadan qaban lahaa in la diyaariyo maanta qodobkii koowaad wuxuu ahaa waxa la ansixiyay 80 qof oo ganacsata ah ay ansixiyeen heerkii kabariga ganacsiga bay ansixiyeen ilaah baa ku maasan ayadoo aan wax khilaaf lahayn oo hal qof oo ka haray uusan jirin sidaasoo kale waxa maanta la doortay guddigii kumeelgaarka ahaa oo shaqada hadda socota dardar gelin lahaa oo ay wakiisheen ganacsatada 80 qof ah oo maanta halkan iskugu timid oo go'aansatay guddigaas 12 qof inay matalaan inta uu ka soo baxayo boorkii dekeddu intuu ka soo baxayo sidaasoo kale waxaa maanta dhinaca kale ka shaqeynaya injineeradii oo runtii shaqo fiican qabtay caawana ay noo calaamadaysan tahay meeshii dekedda hobyo ay ka dhismi lahayd waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno guulaha dadaalka socda inuu saldhig u yahay in la gaaray dhinacii dhaqaalaha caawa lacagtii ugu horreysay ee dekedda lagu bilaabi lahaa inay akoonka ku jirto 20 milyan 60 milyan oo loogu talagalay qaybta koowaad ee dekedda maalgashiga loogu talagalay 20 milyan oo ka midihi inay caawa akoomada ku jiraan وها عد إلهينا وما هذينا إن العقتي أي كشرته إن معنى هذو يهي
إن بريترتن كي دكدا وبالعبر هيو أو أي بيشو تهاي طوان تاي وصعون دورا إلا لباتن يشانتا وحان أصو بيه دورا كبني جي دكدا لسلها إلهي إن شاء الله وحان سيدو كالي ربنا سيدك سيالي او انغا نو موقتا دبهان اما غلاصتو او دنو موقتا ان مارين دو لواي دورو شركة دكد او عدو البابا اي اركي دونتو ايو لرهادين ايو للي هاي دكد دي وح شيري مكاهري وايو مارين تا اي لباد اي بلاوتو دكدو بلاوتو وعن قوا وعن رهبا انت كو رئيسة ان شاركي دكدو لما انتي سو اكون كتاك دونو وعلى تلمامي سيدا لهم مالك الشنع ايو لعاك تهال الاحدان كم مليانة لما تنكي مليانة وقور رئيي اكون كي قلين كان اعتتادي مزوريه دا دكدو سوق عدي ايا حريسي افرتا كم مليان ودفاع دكو بادا ودكدو كارتي وحي وفرنتا هاي قرع ستادا رهير قل مدوك قرع ستادا صوماليا وحي وفرنتا هاي بلشادة قيبه هيدا كردوان وقيب والباوة إلي دكتا كقيب قادة طول رونتي لوقا بي وحاد قران كرتان كون دولار قفكي هلا وشان شان كون أكوان كاكوش وائر وكم من نقن دورو شير لياشا دكتا أنا العق بدن هايستا أنا هنتيب بدن له دكت ده هوب يوم مانتي وهاي هم بارسنتا هاي قرا عصتلا يري يري إن هيران شركي وهاي كم من نقدان حمنا دكت ده مالك شلي سيدا سو كله قرا عصتلا وين يوم ما ده حلا يلا بورك صوب يحد دورة وهنتيب بدن لبح هاي markii laga reebo lacagta caawe akoonka ku jirta inta harteena waxa yeelan doona ganacsada Soomaaliyeed ee daneeyneysa inay ka wax ka maal gashadaan degada hobi waxaan ku soo koobaya ilaah baa ku maasan dadalka halkan ka socda koo waxaan uga mahad celinayna madaxweynaha galmudug oo dadaalka soo bilaabay labo madaxweynaha federaalka ah saddex waxaan uga mahadcelinaynaa madaxda sharafta leh oo caawe halkan fadhida oo isugu yimid inay qalbigooda iyo waqtigooda iyo aan humno qaybo badan oo ka mid ah jeebkooda inay ku darahayaan baan uga mahadcelinaynaa aad baa u mahadsantihiin jasaakallaahu khayr